صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بفقرة جديدة من بيوتي من أحلى صباح. فقرتنا اليوم تجمع ما بين الخيال والجمال، الخيال المستوحى من قصص والروائع والجمال المأخوذ من الطبيعة وصحراء وشبابها. كل هيدا صار وعم بيصير بلبنان يلي رغم كل صعوباته أثبت للكل أنه قادر يستمر ويكون منارة للفرح الحلم والازدهار. والبرهان على هيدا الشيء المهرجانات يلي على مدار الصيف بعد ما وقفت ومش من زمان شهد خليج لبنان مهرجان ضخم جدا وكل الملكة جمال الحريات. تنعرف أكبر تفصيل أكثر تفاصيل بيسعدنا استضيف ملكة جمال الحريات ومنظمة الحدث أورور عجمي صاحبة سيرينتا باي أورور. أهلا وسهلا فيك أورور. إنجريد فابيولي ميس ميرميد فرانس. Vous êtes les bienvenus dans nos studios et au Liban. Merci, merci de votre accueil. Miss Julie Khouri, Miss Mermaid Lebanon. كللتي مؤخرا بدي لك مبروك على هيدا اللقب. شكرا. أورور بداية بدنا نخبر شوي المشاهدين. أول شيء هيدا الإيفنت جديد بلبنان. مس ميرميد لأول مرة بيصير بلبنان عادة بفرنسا وأنت كللتي بفرنسا مس ميرميد. خلينا خبرينا شوي كيف تم التحضير لهالايفنت وشو ومع مين عملتوا كولابوريشن لهالتحضير؟ صح يعني اول مره عم بعمل اسمر ميت ليبانون از ماي فيرست كومبيتيشن عملت مع ماي براند كوزمتيك سيرينيتا باي اورور هي كانت سبونسر سبونسر للايفنت فوالا وعملنا بارتناريا avec le festival latin de Liban, du Liban et بالإدسن بالإدسن وأيمتى صار الإيفنت لدات؟ ب 2/3 سبتمبر. وكيف كان التحضير للإيفنت؟ كان صعب شيء التحضير لهذا الإيفنت؟ لأنه أول مرة هل الناس استغربوا؟ يعني لقيوها ويرد يعني idea. شوي كان صعب يعني عشان بعدها جديد وكل شيء إذا جديد خصوصا إذا بدنا نحكي شوي على كومون دير لي تراديسيون وكمان لا مونتاليتي يعني تفوت شوي بدها وقت بس كان كثير مردومه بسطنا كثير عملنا عم نشوف فيديو عن الايفنت كمان ايضا يلي صار بفرنسا ويلي بيصير بلبنان طبعا كم صبيه شاركت وشو كانت معايير الجمال المطلوبه؟ كم صبيه كان في بالايفنت؟ اول شيء كان ما بدنا ناخذ كثير بيكوز از ذا فيرست تايم سو اكرنا بدنا ناخذ خمسه اساس كان في خمسه بس في اثنين مع اجوا سو كنا ثلاثه وكان في ناس بدهم يجوا بس ما كانوا لبنانيه يعني تو بي ميس ميرميد اوف ذا كونتري يو هاف تو بي لبنانيه لازم تكون لبنانيه تقدر تشارك بهذا الايفنت. هل كان في شيء معين لازم تكون عندها يعني ريكويرمنتس معينين او بتعرف سباحه مزبوط او شكل الوجه شكل الجسم تقدر تشارك بهذا الايفنت؟ اللي حلو فيها بالميس ميرميد يعني مش بس الجمال وخلاص لا يعني وي هاف ا كومبيتيشن فيزيكلي اند سبورتيف سو اكيد بدها تعرف سباحه. نحن هيدي السنه كنا كثير يعني ايزي وما كان بدنا أخفهم يعني اللي فير بور سو قلنا يعني بنعمل شيء على رواق ولوغ ابري كيف بدهم يسبحوا عملنا اليوم كيف بدهم يسبحوا مثل ميرميد وكل شيء بس نورمالمون اساس مثلا بس هي بدها تروح على ميس ميرميد انترناشونال كومبيتيشن اكيد اتس مو فيري ريكوايرمنتس اكثر يعني لازم تشارك بال ميس ميرميد انترناشونال. هل بدها تكون بتعرف تسبح منيح لتقدر تشارك بهيك ايفنت ولا انتم بتقدروا تحضروها لهيدا الشيء؟ نورمالمون هي لازم بكون عندها باز وكل شيء و يعني بتفوت على المود الميرميد بس اكيد هيدي السنه نحن بنساعدها لجولي لان نتعلمها الابني نتعلمها كيف بدها تسبح نتعلمها كيف بدها تعمل كوريغرافي ميرميد وكل شيء بس شي از اوريدي هي اوريدي اميزينج. اوكي سيرينيتا باي اورور اول شيء نخبر المشاهدين انه البراند تبعك هي ميد ان لبنان بتتصنع كلها هون كوزماتكس وكمان عندك كريمز كله مصنع بلبنان. كنت سبونسر انت لهالايفنت خبرينا شو اللي بيميز سيرينيتا باي اورور عن غير براندز وات ديفرنشيت يعني يور براند فروم اذر براندز ميد ان لبنان. يعني اول شيء يعني اسمها سيرينيتا معناتها ليتل ميرميد وكل شيء على المود البحر وكل شيء على المود على الجسم وميد ان لبنان يعني
انا كان كثير عم شجع فاجيون للعالم برا لبنان قديش ويا بروفيشنال قديش ويا اوبن اند سترونج فوالا بدي حط كل المود بنفس الكونسبت والبنات اللي they participate يعني كل البنات اللي كانوا موجودين أخذوا واحدة gift the new product of Sirenetta وأكيد the Miss Mermaid Lebanon she is the new face of Sirenetta and she is لحتى تكون ال new face للبراند. خبرينا شوي شو قدمتي لل يعني as a box for the whole year تتهتم بجمالها ببشرتها عندها شو ما بدها يعني شوب لا اذا بدها لا بس اكيد شي ريسيف ا بيج بوكس ذا نيو برودكت اند على طول يعني اذا في شيء جديد شي از ذا فيرست وان تو هاف ذا جيفت. نعم بدنا نقول هون انه انت اكسبير بالعينيه بالبشره وعندك المحل تبعك طبعا ب ابي سي فيردا وجديد عشرة فيه مبروك كمان قلت مبروك على المحل الجديد. ملكه جمال الحريات لبنان لهيدي السنة أول شيء بدنا نرجع نقول لك مبروك وأهلا وسهلا فيك. بدي أسألك شو اللي شجعك أنك تخوضي هيك يعني ملكة جمال الحريات؟ Donc elle m'a encouragée à le faire et parce qu'elle sait que j'aime être une sirène. So أنت كنت مشاركة كراقصة بالفستيفال وهذا الشيء شجعك انك كمان انك تخوضي هيك يعني اللقب انه تكوني مس ميرميد. هل عندك من قبل تسبحي من انت وصغيره ولا ما عندك؟ وي ديبي كو بتيت جو في افيك ان كوت سيرين على نعم. حضرتك هلا انتو خدتي ملكه جمال الحريات، هل بتشجعي الحفاظ على البيئه على الطبيعه على الحيوانات على البحر؟ Oui, donc moi j'adore la mer depuis que je suis petite et j'ai toujours rêvé d'être une sirène et j'adore la nature et l'environnement. J'ai toujours voulu la protéger depuis que je suis petite. وهل انت هلا قادره انك تمثلي لبنان برات لبنان؟ Oui, je suis prête et je suis très contente de représenter le Liban. بدنا نتمنى لك الافضل جيلي لهاللقب وكثير لبق لك التاج. Merci. انجريد فابولي je veux vous demander d'abord vous étiez la Miss Mermaid France pour quel an? 2016. 2016. Oui. Et maintenant, c'est la première fois que vous êtes au Liban. Oui. Mon premier séjour. OK. Être Miss Mermaid attire les petits et les grands. Quels sont vos conseils pour protéger la nature? Alors écoutez, je suis sirène professionnelle aujourd'hui en France et grâce aussi à mon titre de Miss Mermaid. Et pendant mes spectacles à l'Aquarium de Paris, on a toute une histoire avec en plus des conseils pour protéger les océans, pour connaître aussi les poissons. Et en connaissant cet univers et en connaissant la mer, on peut mieux la protéger, l'apprécier. Et on donne tout plein de conseils, c'est important. On est des créatures de l'eau et on protège, comme disait Julie, aussi l'océan. هون انجريد عم تقلنا انه من خلال السباحه تبعها والصور والفيديوز يلي بتنشرهم على السوشيال ميديا بتقدر تشجع العالم انه يهتموا بالبحر، يهتموا بنظافه البحر، يهتموا بالطبيعه وحمايه ايضا الحيوانات. بدي اسالك بور كل رول مس ميرميد doit jouer dans la société. Quel rôle vous pensez elle doit jouer? Alors avant tout, c'est un sport et on met en avant le sport féminin. On peut allier la performance et la beauté. C'est ça que j'aime aujourd'hui dans le sport de la sirène. On est aussi protectrice des océans. On essaye de faire des actions par rapport peut-être aux déchets, par rapport à des espèces aussi protégées. Ça m'est arrivé aussi de participer à une sorte de campagne pour le corail. Aussi. Et on est aussi une communauté. C'est vrai qu'on est toutes ensemble dans cet objectif. Et on est toutes bienveillantes et on est toutes vers le même esprit et la collaboration des sirènes et partout dans le monde au final. L'هدف يعني هو المشاركة بكل العالم للحفاظ على البيئة طبعا. Qu'est-ce que vous faites pour garder une vie saine et être toujours en forme? Tout d'abord, il faut prendre soin de soi quand on est sirène. Par exemple aussi avec les jolis produits d'Aurore de Sirenetta. Il faut faire attention à nos cheveux, à notre peau, parce qu'on est souvent dans l'eau, au soleil. Donc il faut vraiment se protéger et prendre soin de,
de sa personne. Et en plus, il faut aussi faire énormément de sport. Il faut beaucoup s'entraîner parce que le milieu aquatique a ses dangers. Par exemple, là où je plonge en spectacle, il y a beaucoup de profondeur. Il y a aussi des animaux marins qui tournent avec nous dans le bassin. Donc l'entraînement fait partie intégrante de la vie d'une sirène. هون عم بتقلنا إنجريد إنه كتير مهم إنها تحافظ على حياة صحية، إنها كتير تتمرن لأنه بيسبحوا على عمق كتير كبير وفي خطورة بيكون في حواليهم أكيد أسماك كتيرة ولازم يكونوا بيقدروا يعرفوا يتنفسوا أو إنه يخلصوا حالهم بالسباحة. هون بدي أسألك جولي، أنت شو بتعملي لتحافظي أيضا على غير الرقص طبعا بما إنك بترقصي لاتن، لتحافظي على الشيب الحلوة؟ Aussi, je fais gym et basket, l'alimentation, quand même, alimentation aussi, bien sûr. Je mange sainement. Et voilà. أورور بدنا نرجع لك لتخبرينا شوي عن شو أجد شيء عندك بسيرينيتا باي أورور، شو عملتي لانشينج مؤخرا، عرفت إنه في برودكت جديد نزل على السوق، تخبرينا عنه. So, جبنا هيدي البرودوي الوحيد جبنا من فرنسا عشان it's more complicated يعني and specific. هيدي it's عن جد كتير هيدراتون وفيكم تحطوا بعد البحر وكمان فينا نحط كل السنة. عن جاية بالمود موس. فوالا. ومش دوين بنحط بي كوانتيتي وسا رافريشي يعني ببين كانه شوي بارده سو اتس فيري كومفورتبل فور افتر يعني هي مينلي هي بور ليدراتونس يعني لل صح بور ليدراتونس كول اند اوكي كراكلينج اول رايت بودي موس بودي موس وعندها ريحه معينه كمان مونوي اكيد عشان بنحب كثير الريحه البحر هون بتقول انه بيميز البرودكتس تبعك هن الروائح الحلوه تبعهم كمان اذا فينا نفرجي المشاهدين بعض الصور من البرودكتس تبعك وهيك بيقدروا ياخذوا فكره اكثر شو هن البرودكتس تبعك وتخبرينا شوي اكثر عنهم خبرينا شوي عن الصور اللي عم نشوفهم سو هيدول عملنا كم كوفري يعني كل كوفري فيها دو برودوي واكيد يعني فيها ديسكونت عليهم في مثلا هيدا الموس كراكون تجي مع سمر باندل كانه عامله فوالا افيك تانينغ اول او بتجي اثنين بالكوفري مع بعض بكون في 20% وفي كمان تانينغ اول مع بودي ميست عشان كثير العالم بحبهم تعرفي بعد البحر بكون شوي شوبوا وما يطلع ريحه بحطوا البودي ميست اوكي انا هون بدي اقول اني انا جربت البودي اويل تبعك السنه واخذت لون كثير حلو ثانك يو وحتى عندك اويل فيه شمر يلي بيحب يستعمل يوميا طبعا ويلي بيميزهم فعلا مش بس التكستير تبعهم الريحه الحلوه والهيدراتونس يلي بتبقى معك بلا ما يكون كثير اويلي على السكن يعني بنقدر نحط الاويل ونرجع نلبس ثيابنا طبعا اكيد بسرعه يعني بدون ما ناخذ كثير وقت والهيدراتونس تبع الاويل تبعك حلوه لانه مش مثل الكريم بدها كثير يعني التكستير تبعه دغري على البشره بتكون سريعه انها تندهن ميرسي ميرسي كثير أورور شو يلي بيميز هيدا البرودوي عن غير برودويات موجودة بالسوق؟ أول شيء عنا أكيد يعني الشيب تبعه كل مصنع هيدا بس الوحيد اللي مصنع بفرنسا مش مصنع بس الوحيد بلبنان الموس هو كتير كمان هين إنه يندهن على البشرة وريحته حلوة كتير هون إذا فينا نفرجي المشاهدين بس قديه هين يندهن وكيف بيعطي هيدراتونس على السكن تبعنا أورور لمين موجهه البرودوي تبعك مين التارجت تبعك اكيد كل النسوان بس مثلا العود عشان عندنا كمان كاتيجوري ديزير روز هيدي العود اللي الرجال فيهم يستعملوا بس قريبا ان شاء الله اكيد بدنا نعمل شيء للرجال بس هيدول كاتيجوري للنسوان من صغير 14 للكبار يعني نعم البودي ميست يلي عندك هون كمان في عندك على العود عندي على العود في وحده جديد جاي في اثنين جايين وفي واحد اكيد مونوي ايبسكيوس هيك بصير شوي المود البحر بس العود بتستعمل حتى بالشتويه يعني صح مش كثير قوي العود يعني very strong يعني it's very comfortable وحلو نعم خبرينا شوي عن الفرصة يلي بتقدمها مس ميرميد لبنان للصبية يلي انتخبت أيضا شو هي الفرصة يلي بتقدم لها إياها خلال هيدي السنة
شو الاوبورتونيتي اللي عندها اياها؟ alors عندها اكيد الاوبورتونيتي تو بي يعني مانا اون فا لا بريباري لا ميس ميرميد انترناشونال هيدي اتس فيري بيج. وين بتصير هذا الايفنت؟ صراحة بعدنا ما بنعرف وما بدنا نقول شيء بس عم نفكر ان شاء الله اذا فينا نجيب كلهم على لبنان. مش انا قلت بس عن جد انا I really want to push Lebanon. I want بحب كثير العالم بيجوا. صالي ثلاث جمعة مع إنغريد وفرجيها كل شيء لبنان. Vous avez aimé le Liban? Oui, beaucoup. Elle m'a fait visiter beaucoup de très jolis endroits. La nature, la ville, des jolis villages, la mer. C'est un très beau pays et j'espère revenir très bientôt. فرجيتيها بتصور أحلى شيء بلبنان وعملت سياحة معك بتصور حبت لبنان كتير من خلالك. هون بدنا نقول إنه أنت على طول بتشجعي إنك تفرجي من خلال السوشيال ميديا تبعك كل المناطق اللبنانية من خلال الفيديوز اللي بتعمليهم وبتنشريهم لكل العالم ليشوفوا مدى جمال لبنان وبيقدروا يحسوا قد إيه حبك للبنان لأنه على طول بتصوري بالطبيعة إن كان بالبحر ولا بالجبل. هون جولي بدي اسالك هل بتشجع الصبايا انه يخوضوا سنه الجاي هالتجربه ايضا ويفوتوا بمس ميرميد ويكونوا بارت من هالايفنت؟ وي بيان سور سي ايزون ان ريف كوم موا دتر اون سيرين جي ليز انكوراج ا بارتيسيبي مس ميرميد. هون بدي اتشكرك جولي كثير على حضورك معنا اليوم، بدي اتمنى لك التوفيق لهالسنه الجديده يلي انتخبتي فيها، وهون انت عندك مسؤوليه انك تمثلي لبنان باحلى صوره طبعا. انغريد بوزيت لي بيان فونو شي نو او ليبان اون اسبير دو فوار لاني بروشان. اون بليزير. سيرينيتا بتحبي توجهي اي كلمه للسيدات؟ مثل دائما يعني قديش بحب لبنان and I'm so proud عشان جولي شي از فيري سو سويت بيوتيفول اند I'm sure يعني بدها تكون أجمل حورية البحر للبنان. She will represent and in case إذا إن شاء الله في Miss International I think she will be the winner and thank you so much for Ingrid. هي she support me she helped me عشان كان أول مرة بعملها لهيدي الإيفنت وهي كتير ساعدني. She is amazing. هي اللي عزمتني هيديك سنة ب Miss Mermaid France to be the ambassador beauty. So يعني هيدا اللي حلو فيها بالكوميونتي ميس ميرميد سيك نحن كلنا سوا and we are respectable we are friendly and من support together. يعني ما في واحدة بتقول إيه هي أجمل مني أو شيء هيك، لا نحن we are together family and that's why I love the mermaiding. هون بدنا نخبر شوي المشاهدين إنه بدها تكون عن جد تعرف عندها مهارات سباحة مزبوط لأنه في كتير صعوبات بتواجهكم خلال السباحة. نخبرهم شوي أول شيء إنه التيل تبعك كتير وزنه ثقيل منه، قد إيه وزنه التيل تبعك؟ اللي فيها سكيل واللي فيها سيليكون بدها تكون بين 20 أو 30 حسب كل 20 أو 30 كيلو، يعني بدها تكون سباحة ماهرة لتقدر تسبح بهيك تيل، بتقدر تسبح على سرعة معينة وعلى بروفوندور معينة طبعاً. وبالنسبة للنفس أيضا يكون عندها بيرفورمانس قوية أكيد وتمارس الرياضة طبعا على طول مشان تقدر. ايه بشتغل مع واحد اميزنج اسمه مارك هي الفري دايفر فري دايفر لبنان كمان هو كان شامبيون وعلى هو بده يتعلمها وده فولو بده يساعدها ويحضرها لتقدر تصبح على عمق معين. يعني بدها سبيشال اكيد مع مثل ما قلتي مع حدا متخصص صح. بالغطس لتقدر تمارس هالرياضه. بدي اتشكرك كثير سيرين، بما انه انت معنا اليوم بدي منك تيب واحد بما انك انت خبيره بشره وتجميل للسيدات ليعتنوا ببشرتهم قبل ما ننهي فقرتنا لليوم. تيبس تيب للعنايه بالبشره اوكي. اهم شيء هي ذا بيج تيبس يعني كل يوم بدكم تنظفوا وشكم هيدي يعني ولا اذا بتحطوا ميك اب او بلا ميك اب هيدي اهم شيء بخليكم يعني البشره بالليل بس تنام بتنفس وهيدي اللي بتعمل ريجينيراسيون للسيلول دو فوتر بو. سيرينا بدي اتشكرك على حضورك معنا اليوم. طبعا انغريد كمان ثانك يو لك. بدي اتمنى لك كل التوفيق جولي لهيدي السنه. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه فقرتنا لليوم، انتظرونا غدا بفقرات جديده من احلى صباح.